يلا شباب نبتدي بقى. احنا المهارة بتاعتنا النهاردة تمام معكم. المهارة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله هنكمل على الجزء اللي اخدناه المهارة اللي فاتت. المهارة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم على حاجة اسمها ايه، الكنترول ستيتمنتس او الجمل التحكمية. احنا خدنا فيها الجزء الاولاني اللي هو الجزء بتاع السيليكشن او الكونديشنال ستيتمنتس اللي احنا سميناها بالعربي اللي هي الجمل الشرطية، اللي هو هعمل اي حاجة مقترنة بشرط. يعني هنفذ اي حاجة مقترنة بشرط. يعني انا هقول لو درجة النجاح بتاع الطالب اكبر، لو الدرجة اللي حصل لها الطالب اكبر من درجة النجاح هطلع له انت ناجح. ادي الشرط اهو، الشرط لو اتحقق هطلع له كلمة انت ناجح. طب الشرط لو ما اتحققش هطلع له ايه، الطريق التاني اللي هو لا قدر الله حرتك راسك. يبقى انا هنا بنفذ الجمل اللي هي انت ناجح لو الشرط اتحقق، بنفذ جملة لا قدر الله حرتك راسب الا ايه لو الشرط ما اتحققش. يبقى ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان انا عندي شوية جمل شرطية تمام بتتحكم لي في سير مين، في سير البرنامج. خدنا المحاضرة اللي فاتت حالة ان انا يبقى عندي حالة واحدة ماشي اللي هي بستخدم لها جملة اف بس، وحل، والمرة التانية ان انا عندي ايه حالتين اللي هو يا ناجح يا راسب، يا موجب يا سالب، يا زوجي يا فردي تمام. فكنا بنستخدمها بجملة ايه، اف الس. طيب افرض بقى ان انت عندك اكتر من حالة. يعني ايه اكتر من حالة؟ يعني مثلا هنفترض ان انا ايه قلت لحضرتك تعالى اكتب لي برنامج يعمل لي بقى، يعرض لي تقديرات الطلبة. يعني ايه تقديرات الطلبة؟ تقديرات الطلبة يعني مثلا هنفترض امتياز، جيد جدا، جيد، مقبول، اقل من مقبول كده اللي هو ايه، اللي هو محلفوش الحظ اللي هو راسب. فانت كل من دول، كل واحدة وكل حالة من دول او كل تقدير من دول ليه شروطه. يعني ايه؟ يعني مثلا الامتياز، امتياز مثلا اكبر من 90%، اكبر من 85%، سي انا بتكلم اي ارقام. طب جيد جدا اكبر من 75، 85 مثلا، جيد اكبر من 75، مقبول اكبر من 65 مثلا، انا بتكلم في اي ارقام. يبقى لو الطالب جايب اكبر من الرقم ده فهو في الحالة الاولانية، يبقى حقق الشرط بتاع الحالة الاولانية بس. طب لو جايب اكبر من الرقم التاني واقل من الرقم الاولاني اللي هو مثلا سي اكبر من 75 واقل من 85، فهو كده في الحالة التالتة. طب سي ان هو مثلا اكبر من 65 واقل من 75، فهو في الحالة الرابعة. اللي انا اقصده من الكلام ده كله ان انا لو عندي موقف او برنامج انا عايز اكتبه فيه حالات متعددة، يبقى ساعتها هلجأ لايه؟ هلجأ لحاجة جديدة هنتكلم عليها النهاردة اسمها النستد اف. يعني ايه نستد اف بقى؟ النستد اف ان انا هنفترض زي ما احنا كنا بنقول البرنامج بتاعنا الصغير اللي كنا بنتكلم عليه او المثال اللي احنا ضربناه هنا دلوقتي اللي هو حتة ايه، ان انا عندي عايز اعمل برنامج تمام، والبرنامج ده هيعرض لي تقديرات الطلبة. طالما هعرض تقديرات الطلبة فانا عندي شروط. ايه هي الشروط؟ مثلا التقدير الاولاني اللي هو رمزه ايه، اللي هو الامتياز ده، ان الطالب يكون حاصل على درجة اكتر من 90%، يعني 90% فيما فوق. هفترض ان انا عندي التقدير التاني اللي هو بي، ان الطالب يبقى حاصل على درجة اكتر من 80%. هفترض التقدير التالت ان انا عندي الطالب اللي هو لو هجيب التقدير سي فهو يبقى حاصل اكتر من كام، من 70%. طب التقدير دي ان هو يبقى حاصل على درجة اكتر من كام، اكتر من 60%. طب اي حاجة تحت 60% هنعتبرها ايه، فيل او اف، يبقى ده ايه، اقل من 60%. يبقى هنا اكبر من او يساوي 90، اكبر من او يساوي 80، اكبر من او يساوي 70، اكبر من او يساوي 60، اقل من 60. يعني معنى كده 90 معايا في الحسبة تبع التقدير اللي اسمه ايه. طيب 80 معايا في الحسبة فين، في التقدير اللي اسمه بي. ال70 معايا في حسباني في التقدير اللي اسمه سي. ال60 معايا في حسباني في التقدير اللي اسمه دي. يبقى انا لما اجي اقول لحضرتك مثلا تقديرك انت في المادة دي 65، طب 65 ده انت كده حصل على تقدير كام؟ تقدير دي. انتوا معايا ولا يا شباب؟ معاك يا دكتور. يعني مثلا ونفترض ان الطالب ده حصل على تقدير 65، ف65 ده واقع في النص هنا ما بين ال60 وما بين ال70، يبقى ساعتها هو تقدير مين؟ تقدير دي. طيب تقدير تاني، واحد تاني حصل على 89، يبقى واقع هنا.
89 ده ما بين البي وما بين الاي، يبقى كده حصل على تقدير مين؟ على تقدير البي. طيب دي لما اجي اعملها بقى، اعملها بالتفكير العادي المنطقي خالص، ايه هو؟ ان انا هاجي اشوف درجة حضرتك، درجة حضرتك جبت كام؟ جبت كذا، سي مثلا 95. ال95 دي هقارنها بمين؟ هقارنها بشوية الأرقام اللي أنا حاططها هنا، تمام؟ لو جبت أكبر من، لو 95 دي أكبر من 90، يبقى أنت التقدير اللي اسمه إيه؟ مش ده إحنا بنعمل كده في المنطق العادي؟ إن أنا لو أجيب التقدير بتاع حضرتك وأقارنه بالدرجات اللي أنا حاططها، اللي هي أعتبرها إيه؟ كأنها ثريشولد أو ليفلز، وأجي أقول لك الدرجة دي أكبر من 90، يبقى أنت جايب تقدير إيه؟ طب الدرجة دي أكتر من 70 بس أقل من 80، يبقى أنت جايب تقدير كام؟ سي، وهكذا، صح؟ فباجي اعملها ازاي؟ زي قديم وخالص ما كنا بنشتغل. انا عندي، لو عندي حالتين، كنت بقول ايه؟ اف، واحط الشرط بتاعي وبين القوسين هنا الجمل اللي انا عايز انفذها، ويبقى إيه؟ لو ما اتحققش الشرط ده يبقى الحالة دي مش هتتنفذ، يبقى اروح انفذ المين؟ الالس. طيب في الحالة دي بقى قال لك ما تحط حاجة تانية في النص كده اسمها ايه؟ الس اف، ان ده لو ما اتحققش وانا عندي شرط تاني يبقى خلاص الشرط ده مش هتحقق، تعالى شوف التانية else if الشرط التاني، لو الشرط التاني ده اتحقق نفذ لي الجمل بتاعته دي. طب ده لو ما اتحققش اروح اعمل else if كمان واشوف الشرط التالت، طب ما اتحققش اروح اشوف لو في عندي شرط رابع اروح اعمل نفس الكلام، لو اتحقق انفذه، ما اتحققش اروح لمين؟ في اخر حالة خالص للالس. فبتتكتب ازاي؟ باجي اقول لك if والاكسبريشن بتاعي، لو انا عايز اقول الطالب بتاعي ده جايب 90، يبقى هبدأ من فوق من قمة الهرم كده واقول لك اف الجريد بتاعي ده اللي هي الدرجة اكبر من او تساوي 90، ماشي؟ انت طالب منه يعمل ايه؟ يطلع لك على الشاشة سي اوت يور جريد، درجتك كام؟ از ايه؟ ونقفل القوسين ده والسيمي كولون، بس كده خلصت؟ اه خلصت. طب الحالة التانية هقول له else ومسافة اف واكتب الشرط التاني، ايه الشرط التاني؟ ان الجريد بتاعي الدرجة اكبر من او تساوي 80، زي ما اتفقنا كنا بنكتبها ازاي؟ بنكتب اكبر وبعدها شرط يساوي وبعد كده التمانين، اقول له ايه؟ سي اوت درجة حضرتك your grade is B، طيب الشرط الرابع اللي بعد كده او التالت بقى else if هيبقى ايه؟ ان الدرجة بتاعتك الجريد دي اكبر من او يساوي مين؟ ال70 grade اكبر من او يساوي 70، هتطلع له ايه؟ سي اوت يور جريد از كام؟ سي. طيب ايه الحل بعد كده؟ 60، يبقى تقول له else if الجريد بتاعك اللي هي درجة الطالب أكبر من أو يساوي 60، طلع له إيه؟ سي أوت الجريد بتاعك مين؟ دي. طيب لا ده ولا ده ولا ده ولا ده، كل الحالات دي ما تنفذتش، يبقى أروح لآخر حالة اللي هي مين؟ إلس، وأقول له إيه؟ سي اوت سوري للاسف يور جريد درجه حضرتك كام؟ اف. يبقى احنا الفكره كلها بالنسبه لنا ان احنا بنعمل ايه؟ انا بحط السيناريو بتاعي اللي انا هشتغل بيه في البرنامج بتاعي، فنفترض ان انا السيناريو بتاعي ده فيه اكتر من حاله، لو حاله واحده بستخدم اف بس، اف واحط الشرط بتاعي هنا والجمل اللي انا عايز انفذها لو الشرط اتحقق ده بين القوسين وخلصت على كده.
طيب افرض بقى ان انا عندي حالتين، قلنا اف والشرط بتاعي والجمله اللي انا عايز انفذها مع، لو الشرط اتحقق بين القوسين ولو الشرط ما اتحققش اروح للالس هنفذ الجمله التانيه هنا. يبقى انا لو عندي حاله واحده يبقى اف ستيتمنت، عندي حالتين يبقى اف والالس. طب عندي اكتر من حاله زي ما اتفقنا، اف والشرط الاولاني اتحقق يبقى تمام، يبقى الحاله دي تمام، دي اللي اتحققت معايا. طب الشرط ده ما اتحققش هروح لمين؟ الس اف الشرط التاني، الحاله التانيه. لو الشرط ده اتحقق هنفذ الجمل اللي بعدها. طيب ما اتحققش يبقى كمان الشرط ده ما اتحققش، يبقى الحاله دي كاني مش شايفها، اروح لمين؟ للحاله اللي بعدها، الس اف بعدها، وهكذا 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 لحد لو كل الحالات دي ما اتحققتش هرجع اروح لايه؟ لاخر حاله خالص اللي هي مين؟ اللي هي الالس. يبقى انا دلوقتي لو جينا نشوف البرنامج ده اهو هنا بيقول لك ايه؟ write a C++ program to print out the grade of student، تقدير الطالب، a لو الجريد بتاعه ده equal 90 و b لو الجريد بتاعه ده equal 80 و c لو الجريد بتاعه ده equal 70 و d لو الجريد equal كام؟ 60 و f لو هو ايه؟ لو هو اقل من 60. ناخد بالنا من حاجه، هو هنا في كل التقديرات دي كاتب لك ايه؟ equal. equal يعني ايه؟ يساوي، يعني ممكن يقول لك larger than or equal، يبقى ساعتها اكبر من او يساوي 70. فيبقى انا هنا لما اجي اعمل البرنامج بتاعي اخد بالي من حته ايه؟ هو طالبها equal وطالبها اكبر من او يساوي، يعني هيتغير معايا في الشرط ده ايه؟ لو انا عايزها equal يبقى هنا الشرط ده مفيش علامة الأكبر دي، يبقى جريد إيكوال جريد إيكوال جريد إيكوال. طب لو لارجر ذان أور إيكوال يبقى أكبر من أو يساوي، تمام. طيب هنا البرنامج لما جينا كتبناه إحنا عشان يبقى أعم فكتبناه على أكبر من أو يساوي، بس أنت تاخد بالك في السؤال بتاعك ده لو هو جالك إيكوال بس يبقى تحطش إيه؟ علامة الأكبر ده. طيب تعالوا نفتكر مع بعض إحنا كنا بنكتب البرنامج إزاي ككتاب. كنا الاول في عندنا شويه جمل ستاندرد، الجمل الستاندرد دي عندنا كانت ايه؟ اول حاجه ان انا بستدعي المكتبه بتاعتي اللي هي خاصه بدوال الادخال والاخراج اللي هو مين؟ اللي هو الاي او ستريم. فكنت بكتبها ازاي؟ بكتبها هاش انكلود وبين القوسين دول اللي هو علامه الاصغر وعلامه الاكبر بحط اسم المكتبه اللي هو الاي او ستريم. يبقى ده كده كان السطر الاولاني. السطر الثاني ان انا عايز اقول له ايه؟ ان كل اسامي الفاريبلز وكل اسامي المتغيرات وكل اسامي الدوال الحاجات اللي جوه البرنامج كلها مطابقه للستاندرد بتاعك، فبقول له يوزنج نيم سبيس اس تي دي وعلامه السيمي كولون. طيب لحد كده السطر الثاني ده ستاندرد معايا في كل البروجرامز. بعد كده ببتدي ايه؟ اكتب الداله المين الرئيسيه او الداله الرئيسيه اللي بكتب فيها الكود. كنت بكتبها ازاي؟ بكتب انت مين وقوسين فاضيين وبعد كده افتح قوس المجموعه ده، وهنا بقى جوه هبتدي اكتب مين؟ الكود بتاعي الخاص بالبرنامج بتاعي. طيب انا عشان اكتب البرنامج بتاعي ده انا محتاج ايه؟ اول كلمه قالها لك هنا ايه؟ قال لك ان انت هتاخد من المستخدم الدرجه وتطلع له على الشاشه مين؟ التقدير، صح كده؟ تمام. يبقى انت هنا هتحتاج ايه؟ تحتاج كم متغير؟ هو متغير واحد اللي هو مين؟ اللي هو الدرجه، اللي هو انا هاخدها واقارنها بايه؟ بالدرجات بتاعت كل تقدير. يبقى انا هنا هعرف متغير واحد سميه جريد من النوع ايه؟ من النوع فلوت. ليه؟ لان انت عندك الدرجه بتاعتك ممكن تبقى 90.5 91 95 93.5 وهكذا، يبقى انت الدرجه بتاعتك دي ممكن تبقى درجه ايه؟ درجه عشريه. فيبقى ساعتها المتغير ده او نوع الداتا اللي هتتخزن جوه المتغير ده يبقى ايه؟ رقم عشري. فاحنا الاشهر حاجه شغالين عليها اللي هو مين؟ اللي هو الفلوت. يبقى هنا هقول له فلوت جريد وسيمي كول، يبقى هو هيروح للبرنامج يفتح لي مكان في الميموري عنده كده ويسميه جريد، والجريد ده هيتحط فيه كام؟ هيتحط فيه الرقم بتاعي اللي انا هاخده من المستخدم اللي هو درجة الطالب اللي هو حصل عليها. طيب بعد كده هقول له ايه؟ هقول له رسالة توجيه للمستخدم كده، من فضلك دخل لي الدرجة اللي انت حصلت عليها الجريد بتاعك. لحد كده انا ما عملتش حاجة غريبة، انا كل اللي بعمله ان انا ايه؟ عرفت مكان هاخد من المستخدم فيه الدرجة، وبعد كده بقول له رسالة توجيه من فضلك دخل لي الدرجة اللي انت ايه حصلت عليها عشان اقول لك انت تقديرك كام بالظبط. طيب طالما في سي اوت يبقى في سي ان، يبقى سي اوت ده اللي هو مين؟ دالة الاخراج اللي هي الرسالة اللي هتظهر للمستخدم. سي ان دي دالة الادخال اللي انا هاخد بيها القيمة من المستخدم. المستخدم هنا هيدخل لي درجة، الدرجة دي البرنامج هياخدها ويروح بيحطها لك فين؟ في المتغير اللي اسمه جريد. طيب ايه بقى الحالات اللي عندي؟ اول حالة اتفقنا ان الدرجة بتاعتك
اف جريد اكبر من او يساوي 90، ساعتها هتخرج له ايه؟ سي اوت يور جريد از ايه؟ از ايه. طيب الحاله الثانيه بص بكتبها else if، وبين قوسين المتغير اللي انا بقارن بيه اكبر من او يساوي الايه اللي هو اللي احنا بنسميها كونستانت، او بنسميه الثريشولد بتاعي، او بنسميه الليفل اللي انا بقارن بيه. تمام، يعني الدرجه دي اكبر من او يساوي كام؟ لو اكبر من او يساوي 80، روح اطبع لي قول لي ان الجريد بتاع الطالب ده كام؟ بي، يبقى سي اوت يور جريد از بي. طيب ما كانش 90 وما كانش 80، هروح اقارن بايه؟ اكبر من او يساوي 70، اللي هو التقدير اللي بعد كده اللي هو السي. يبقى else if، يبقى بكتبها else ومسافة اف، وبين قوسين بحط مين؟ الشرط. انا بعيد الكلام تاني بحيث ان الكلام بالنسبة لك يبقى انت عينك وودنك ابتدوا ياخدوا عليه. طيب يبقى else ومسافة اف، واقول له جريد اكبر من او يساوي 70. طيب السبعين ده كان بتاع انهي تقدير؟ اللي هو السي. يبقى هخرج له على المستخدم لو الشرط ده اتحقق طلع له كام؟ ان انت التقدير بتاعك هو سي. طيب لو ما كانش لا ايه ولا بي ولا سي، يبقى انت درجتك اقل من 70 واكبر من ايه؟ من 60. يبقى اقول له else if جريد بتاعك اكبر من او يساوي 60، وساعتها اقول له ايه؟ طلع للمستخدم، يبقى سي اوت داله الاخراج اهي يور جريد از دي. طب ما كانش ولا واحده من دول، يبقى هرجع للحاله الاخيره اللي هي مين؟ اللي هي الالس، واقول له سي اوت سوري يور جريد از مين از اف، يعني انت للاسف انت ايه؟ انت فين. وبعد كده بقفل البرنامج بتاعي، بنهيه بايه؟ بجمله ريتيرن 0 سيمي كولون، واقفل الكوز بتاعي. البرنامج ده حد عنده مشكله فيه؟ طيب وانا عايز اسال سؤال بس يا دكتور، اتفضل معلش. اتفضل. هو دلوقتي حضرتك بتقول الشرط اتحقق اتحققش، وانا وقعت مني يعني، هو امتى بيتحقق وامتى ما بيتحققش؟ امتى بيتحقق حضرتك ما وامتى قلتهاش. متحققش؟ هنفترض دلوقتي، هنفترض احنا اتفقنا دلوقتي ان البرنامج بتاعك ده احنا بنعمل فيه ايه؟ احنا بنقول للمستخدم لو سمحت يا مستخدم دخل لي قيمة. القيمة دي تمثل مين؟ تمثل الدرجة اللي هو حصل عليها، صح كده؟ تمام الدرجة دي مثلا سي ان هو دخل لك 85، صح؟ ماشي. 85 دي هو هيدخلها هنا اهو، هتخش تتحط فين؟ في المتغير اللي اسمه جريد. يبقى الجريد جواه كام؟ 85. هاجي هنا اقول لك ايه؟ تمام هقارن في الحاله الاولانيه، اف الجريد اللي هو ال 85 اكبر من او يساوي 90، هل ال 85 اكبر من 5 من اكبر من 90؟ لا لا. يبقى ايه؟ يبقى الشرط ده ما اتحققش. يبقى ولا كاني شايف تمام الجمل دي خالص، انا جاي ناطط ورايح لمين؟ للحاله اللي بعدها. الحاله اللي بعدها كانت مين؟ else if الجريد اللي هو كان 85 اكبر من او يساوي 80. 85 اكبر من او يساوي 80 اكبر من اكبر، يبقى الشرط هنا اتحقق. تمام، يبقى تمام ساعتها روح اعرض للمستخدم ان ايه؟ ان الدرجه بتاعتك كام؟ your grade is اس B. بي. تمام كده فهمت القصه ماشيه ازاي؟ تمام مش تمام. حد عنده سؤال تاني؟ طيب تعالوا نجرب البرنامج ده وننفذه. تعالوا ادي هنا البرنامج بتاعنا اهو، نفس اللي احنا كنا كاتبينه. دي واضحه لكم وظاهره لكم ولا لا؟ موجود. تمام. هاش انكلود اي او ستريم اهو، يوزنج نيم سبيس اس تي دي والانت مين، نفس الكلام، نفس البرنامج اللي احنا كنا كاتبينه بالظبط اهو. ادي الحالات، اف الجريد اكبر من او يساوي 90، والس اف الجريد اكبر من او يساوي 80 و70 و60 والس سوري ايه يور جريد از اف. طيب بنيجي نروح نعمل ايه؟ اكسكيوت كومبايل اند ايه اند ران. طلع لي كده على الشاشه ايه؟ بليز انتر يور جريد. ماشي تمام تمام. هفترض ان انا هدخله كام؟ 76. 76 على كلامنا احنا هنا المفروض 76 ده في انهي حاله؟ الحالة الأولانية لأ، الحالة التانية لأ، الحالة التالتة اللي هو يطلع لي كام؟ سي، 70 اللي هو أكبر من أو يساوي 70، اللي هو جريد كام؟ أو جريد سي أهو، قال لي يور جريد إز سي. تمام، تعالوا ننفذ مرة تانية. جيت قال لك الجريد، قلت له مثلا 91، قال لك يور جريد إز إيه اللي هي أول حالة أهو، أكبر من أو يساوي 90، فطلع لك مين؟ ال إيه. طب تعالوا ننفذ، نقول له رقم قليل 45،
سوري يور جريد از اف. ليه؟ لان هو اقل من كام؟ اقل من او يساوي 60. اكبر اقل من او يساوي 60، يعني معنى كده ان ايه، ان الحاله دي ما اتنفذتش، الحاله دي ما اتنفذتش، الحاله دي ما اتنفذتش، الحاله دي ما اتنفذتش، ولا شرط من دول اتحقق. ليه؟ لان ال 45 مش اكبر من 90، مش اكبر من 80، مش اكبر من 70، مش اكبر من 60. يبقى ساعتها هروح ينفذ مين؟ هينفذ الالس. كده التمرين ده كلنا هضمناه ولا لسه في حد عنده في مشاكل؟ باقي الناس اللي وقع مننا لو حد عنده مشكلة نعيد تاني، بس انا بتكلم دلوقتي التمرين اللي حد ما مفهوم ولا في حد عنده مشكلة فيه؟ طيب لا تمام يا دكتور، تمام، تمام. تعالوا بقى نخش على مين، على حاجة كمان. يبقى احنا بس قبل ما نتنقل من الحتة دي، احنا لو عندك اكتر من حالة على حسب الحالات، عدد الحالات اللي عندك ببتدي اشتغل. هنا في الحالة بتاعتنا في التمرين بتاعنا ده انا عندي كام حالة؟ عندي الحالة الاولانية لو الدرجة بتاعت الطالب اكبر من 90، ادي حالة. الحالة التانية لو درجة الطالب اكبر من او يساوي 80. الحالة التالتة لو الطالب اكبر من او يساوي 70. الحالة الرابعة لو درجة الطالب اكبر من او يساوي 80. الحالة الخامسة ان ولا حالة من دول اتنفذت، هيروح للحالة ايه؟ الاخيرة. يبقى انت على حسب عدد الحالات اللي عندك ببتدي ايه اشتغل. يعني احنا البرنامج في المحاضرة اللي فاتت خدنا كام برنامج؟ اول برنامج ان الرقم بتاعك كان ايه، كان اود او ايفن، اللي هو فردي وزوجي. يبقى ساعتها ما عنديش غير حالتين بس، اللي هو الاف ان الرقم بتاعك ده باقي القسمة بتاعه على 2 يساوي 0. طيب دي ما اتحققتش، يبقى ساعتها هيروح لمين؟ للالس. طيب البرنامج التاني خدنا ان انا لو عندي حالتين برضو، ان الرقم بتاعي ده موجب او سالب، يبقى هحط الشرط بتاعي هنا الرقم بتاعي ده اكبر من او يساوي اكبر من الصفر، يبقى ساعتها الرقم ده موجب. تمام. طب ما اتحققتش الحالة دي، يبقى ساعتها هروح لمين؟ للإلس، الحالة التانية. يبقى انا هشوف البرنامج بتاعي لو في حالة واحدة بستخدم الاف بس. طب لو عندي حالتين يبقى الاف وإلس وبس. طب لو عندي اكتر من حالة يبقى ساعتها هستخدم مين؟ إلس اف، على حسب الحالات اللي عندي. عندي كام شرط انا عايز احققه؟ لو الشرط الفلاني اتحقق نفذ لي الجمل دول. طب الشرط ده ما اتحققش، يبقى خلاص شوف اللي بعده، اشوف الشرط اللي بعده اتحقق انفذ الجمل بتاعته. طيب ما اتحققش اشوف الايه اللي بعده، وهكذا. الكونسبت ده انا بس عايزك تبقى هضمه كويس، فاهمه كويس، عشان بعد كده لما تيجي تشتغل لو انت فاهم صح اي حاجة هتنفذها صح. تمام. طيب تعالوا نتنقل بقى للجزء اللي بعد منه. احنا بنتكلم على حاجة تانية بعد كده، حاجة اسمها السويتش كيس. السويتش كيس هي في نفس التنفيذ بتاعها زي ايه النستد اف. هي القصة بتاعتها ماشية ازاي؟ ان انا عندي شرط معين، والشرط ده ببتدي احط قيم مختلفة للمتغير ده واشوفه هل الحالة دي متنفذة، خش نفذ الكود بتاعها. طيب مش متنفذة، خش على الحالة اللي بعدها. طيب اتنفذت، خش نفذ الكود بتاعها. طب ما اتنفذتش، خش على الحالة اللي بعدها. نفس الفكرة بتاعة النستد اف، هي بالظبط هي هي، بس التطبيق بتاعها مختلف شوية. ازاي؟ تعالوا نشوف. باجي اكتب ايه؟ باجي اكتب كلمة سويتش وبين قوسين بحط اكسبريشن او اسم متغير، حلو كده، وافتح القوسين بتوعي ده اللي هو الفتح والقفل، وجوه بقسم الكود بتاعي لمجموعة من الحالات او الكيسز. اقول لك كيس والقيمة بتاعته كام؟ مش فاهم، اقول لك عشان يبقى الموضوع اوضح شوية. تعالوا ناخد مثال. هفترض ان انت عندك هنا متغير اسمه اي، يبقى المتغير ده اهو في الميموري اتفتح له مكان وتحط له ايه اسم اي، والمتغير ده من النوع ايه؟ من النوع انتجر. يبقى انا عارف ان القيم اللي هتحط هنا ارقام صحيحة فقط. وهنا هقول المستخدم دخل لي قيمة الاي. هنفترض ان الاي دي المستخدم دخلها 10. خليك معايا واحدة واحدة بقى. يبقى الاي في 10، فانا جيت قلت له ايه؟ بص طريقة الكتابة الاول، انا جيت قلت له ان انا هنا هعمل سويتش على الاي. يبقى انا كده هشوف قيمة الاي بكام. سويتش على الاي، الاي دي لو قيمتها 10 يبقى كيس 10، يبقى قيمتها 10، خش نفذ لي الجمل دي.
طيب لو قيمتها 20 خش نفذ لي القيم دي. طيب لا 10 ولا 20 يبقى روح نفذ مين؟ الديفولت. يبقى ده اللي احنا كنا بنقوله هنا اللي هو مين؟ ان انا بحط اكسبريشن او متغير، والمتغير ده بدخل له قيمة واجي اقول لك هل هو الحالة دي ولا الحالة دي ولا الحالة دي، لحد ما اوصل لان هو ولا اي حالة من دول، روح خد لي اخر حالة اللي هي الديفولت. بمعنى نقولها تاني، ان انا مثلا الاي ده هسويتش عليه، اجي اقول لك سويتش اوف اي، الاي ده قيمته كام؟ قيمته 10. طيب لما اجي اقول لك كيس والقيمة ايه اللي هي دي، هل دي هي دي؟ لو هي خلاص خش نفذ لي دي. طيب لو العشرة دي يعني سين الرقم ده ما كانش 10، السين الرقم ده كان 100، هاجي هنا العشرة هي 100؟ لا مش هي، يبقى الحالة دي مش هتتنفذ. طب هنا 20 هي 100؟ لا مش هي، يبقى الحالة دي مش هتتنفذ. طيب لا دي ولا دي ولا دي ولا اي قسم اللي عندي كلهم، يبقى اروح انفذ مين؟ الديفولت. الديفولت دي بالنسبة لي اللي هي كانت عاملة لي مين في النست اف اللي هي الالس. فهمنا الفكرة ولا لأ؟ الناس متلخبطة في الفكرة ولا الفكرة بقت واضحة؟ كفكرة بس الأول، لسه ما بنتكلمش إن إحنا سواء كده ننفذها. كده الدرجة بتبقى مكتوبة كده كده يعني موجودة، احنا بنمشي عليها. القيمة دي، القيمة دي لو أنت اللي بتكتب البرنامج أنت اللي بتحطها. لو القيمة، لو القيمة دي موجودة البرنامج مكتوب لك وأنت بتتبع سير البرنامج، يبقى القيمة دي موجودة. تمام؟ يبقى احنا تمام. الاول هناخدها في حتة ان البرنامج مكتوب الاول، وبعدين بعد كده نفهم احنا بنكتبها ازاي. يبقى احنا الاول هنفترض ان البرنامج مكتوب قدام منك، يبقى انا هنا المستخدم دخل لي القيمة اللي هيدخلها دي، فهيحطها في المتغير اللي اسمه اي، فراح البرنامج حطها لك جوه مين؟ جوه الاي. هاجي بعد كده اجي اقول لك كيس والرقم اللي جنبها، هل الرقم ده هو ده؟ لو هو خلاص يبقى هننفذ الجمل دي. طب مش هو يبقى الشرط ده ما اتحققش، يبقى مش هنفذ الحالة دي واروح للكيس اللي بعدها. الكيس اللي بعدها الرقم ده هو ده؟ لو هو يبقى نفذها. طب مش هو يبقى خلاص الكيس دي مش هتنفذ، واروح اشوف الكيس اللي بعدها، وافضل ماشي كده كده لحد ما اوصل لغاية لو الكيسز كلها ما اتنفذتش، هروح انفذ مين اللي هي الديفولت. ديفولت. يبقى انا كل واحده من دول كانوا عاملين زي الاي الاف والالس اف، الالس اف الالس اف الالس اف، ودي الديفولت دي كانها مين؟ كانها الالس بس. نفس فكره مين؟ النستد اف. لحد كده كفكره المفهوم الاول اتفهم؟ تمام. تمام. تعالوا نشوف بقى يتنكتب ازاي. باجي اقول له سويتش وبين قوسين بحط اسم المتغير اللي انا ايه؟ اللي انا هسويتش عليه او هختبره او هشوف القيمه اللي جواه. واجي هنا اكتب كيس واحط جنبها كونستانت او رقم، يعني الكونستانت او رقم ده ممكن يكون قيمة محتملة من قيم المتغير ده. ان هو مثلا لو رجعنا للبرنامج اللي فات، ان انا هنا اول حالة عندي كانت كام؟ كانت 90، يبقى كيس 90. طيب الكيس التانية كيس 80، الكيس اللي بعدها كيس 70، اللي بعدها كيس 60، بعد كده هتبقى ال LCD مكانها مين؟ مكانها الديفولت. فهمنا احنا بنعمل ايه؟ يعني انا هنا هيبقى كيس 90، يبقى دي كانت الكيس الاولانيه، الحاله الاولانيه، اللي بعدها كيس 80، اللي بعدها كيس 70، اللي بعدها كيس 60، وهكذا. فهمنا الفكره بس ماشيه ازاي ولا لسه؟ لسه متلخبط؟ تمام. لا أنا مع حضرتك. طيب تمام. تمام. يبقى انا هنا ده الرقم ده كونستانت او ثابت انا بقارن بيه، هل الاي ده القيمه اللي فيه بتساوي الرقم ده؟ يبقى اخش انفذ لك الجمل اللي هنا. طيب الرقم ده لا يساوي الرقم ده، يبقى خلاص الكيس دي مرفوضه ومش هتتنفذ، لان الشرط بتاعها ما اتحققش ان الرقم المتغير ده القيمه اللي جواه تساوي الرقم ده. يبقى كيس بيتحط جنبها ايه؟ رقم ثابت، بنسميه ايه بالانجليزي كده؟ كونستانت. يبقى الكونستانت ده لو بيساوي القيمة الموجودة في المتغير ده، يبقى الحالة دي ايه؟ هتتنفذ. طب الرقم ده اللي هو الكونستانت اللي موجود جنب كيس ده لا يساوي القيمة الموجودة في المتغير، يبقى ساعتها ان الشرط ده مش متحقق، يبقى الحالة دي مش هتتحقق. طيب اروح بعد كده الكيس الاولانية خلصت، طب اعرف منين ان الكيس خلصت؟ قال لك تحط بعدها كلمة اسمها ايه؟ بريك.
يبقى بريك دي دالة وظيفتها انها تكسر السويتش، اللي هو تنهي السويتش. يعني انا جيت دلوقتي نفذت الحالة دي، يعني الشرط ده لقيت ان العشرة دي هي اللي موجودة في الايه، في الاي، والشرط متحقق، وساعتها هخش حق انفذ مين الجمل اللي هنا. كل اللي ما بين كيس وما بين بريك دي الجمل اللي المفروض انفذها في مين، في الحالة دي. طيب نفذت الجمل كلها وخلصت تنفيذ الجمل، اخرج من السويتش ازاي؟ قال لك تحط كلمة ايه؟ بريك. يبقى انا عشان اكتب الكيس جوه السويتش بكتبها كلمة كيس اهي، وبحط جوه بعدها رقم ثابت اللي هو كونستانت، اللي هو قيمة محتملة من الاحتمالات اللي عندي، تمام؟ واحط الجمل اللي انا عايز انفذها هنا، وبعد كده بنهيها بايه؟ بستيتمنت او بجملة بريك، بريك سيمي كولون. بريك دي بتكسر لك السويتش، اللي هو بتقول لك ان انا الحالة دي هي اللي انا هنفذها، وبعد ما خلصت خلاص هنهي السويتش، واروح بعد كده اروح من هنا اروح لايه، لاي سطر بعد ما السويتش ما خلص هروح انفذه هنا. فهمنا الفكرة ولا نشرح تاني؟ تمام. مجمع؟ طيب هنفترض ان انا عندي الكيس دي ما اتنفذتش، هروح اشوف الكيس التانية ما اتنفذتش، هروح الديفولت. الديفولت بكتب ديفولت ونقطتين فوق بعض كده، تمام؟ يعني انا في كل مرة بكتب الكيس والكونستانت ونقطتين فوق بعض، واخش انفذ الجمل واكتب هنا الديفولت ونقطتين فوق بعض، وايه، واعمل سي اوت بتاعتي، او اعمل الجمل اللي انا عايز انفذها جوه مين، جوه الديفولت كيس، وبعد كده بقفل السويتش بمين، بالقوس المجموعة بتاعي العادي. تعالوا ناخد مثال ونشتغله. هنا هنفذ نفس المثال القديم، بس بدل ما عملته بالنستد اف هعمله بمين، بالسويتش. بيقول لك اكتب لي سي بلس بلس بروجرام عايز يطبع الجريد بتاع الستودنت ايه، لو الدرجة بتاعته 90 والجريد لو يساوي 80 طلع لي بي، ولو الجريد يساوي 70 طلع لي سي، ولو الجريد يساوي 60 طلع لي دي، وغير كده يبقى مين، يبقى اف. زي ما اتفقنا الطبيعي بتاعنا هاش انكلود اي او ستريم، خلاص يوزنج نيم سبيس اس تي دي، خلاص انت مين، تمام، فتحنا القوس، تمام. هاجي هنا اعرف له ايه، اعرف له المتغير ده هنا الاي ده، لا ده هنا المفروض يبقى جريد، ماشي، هو هنا مسميه اي وشغال عليه، ماشي خلاص، يبقى هو هنا ده المتغير بتاعك اللي انت شغال عليه اسمه مين، اسمه اي. يبقى هو هيدخل لك المستخدم، هيدخل لك القيمة بتاعة الدرجة في مين، في الاي. يبقى هنا هيروح البرنامج يفتح لك مكان في الميموري ويسميه اي، ونبقى عارفين القيمة اللي اتحط فيه قيمة مين، قيمة انتجر. ليه انتجر هنا؟ انتجر هنا عشان احنا محددين له القيم اللي هو هيساويها، يا اما 90 اهي قيمة صحيحة، يا اما 80 قيمة صحيحة، يا 70 قيمة صحيحة، يا 60 قيمة صحيحة، يا اي قيمة غير القيم دي تبقى ايه، تبقى هتبقى برضو هياخد القيمة الصحيحة بتاعتها بس، ويحطها في مين، في المتغير اللي اسمه اي. سيبنا من نيكست دي دلوقتي، هكلمك عليها بس في الاخر. واجي هنا اقول له ايه، اقول له من فضلك رسالة توجيه للمستخدم، من فضلك دخل لي الدرجة بتاعتك. ساعتها المستخدم هيدخلك القيمة بتاعتك في مين، بدالة الادخال اسمها سي ان، في المتغير اللي اسمه اي. طيب هاجي اعمل سويتش على مين، على الاي، واجي اقول له الكيس الاولانيه اللي عندي كانت مين، كانت 90، مش احنا قلنا كده ان عندي 4 كيسز اهي، 90 و80 و70 و60، والكيس الاخيره اللي هو ايه، ولا واحده من دول. يبقى اقول له الكيس الاولانيه كيس 90، نقطتين فوق بعض. احنا قلنا لو هو جاب 90 يبقى ساعتها هنعمل ايه، هنطلع له رساله للمستخدم اقول له كونجراتيوليشنز مثلا، الف مبروك، يور ايه، يور جريد از ايه، درجتك ايه، وبعد كده اعمل مين، اعمل بريك. يبقى ناخد بالنا، انا بعمل كيس، كلمه كيس، وبعدها الرقم اللي انا هقارن بيه، ونقطتين فوق بعض اللي بنسميها كولون، تمام، واكتب هنا الجمل اللي انا عايز انفذها، اكتب اي جمل اللي انا عايزها، اشوف 1 2 3 10 زي ما انت عايز، وبعد كده انهي الكيس دي بكلمه بريك وسيمي كولون. طيب الكيس دي خلصت، عايز اكتب الكيس اللي بعدها، اقول له كيس 80 الحاله الثانيه، وكولون، وسي اوت الجمله اللي انا عايز اطلعها له ايه، كونجراتيوليشنز يور جريد از بي، تمام، وبعد كده اقفل الكيس بمين، ببريك وسيمي كولون. طيب الكيس اللي بعدها، الحاله اللي بعدها كانت 70، يبقى كيس 70 كولون نقطتين فوق بعض، والجمله اللي عايز اخرجها عندي اللي هي مين، سي اوت كونجراتيوليشنز يور جريد از سي، وانهي الكيس بايه، ببريك.
بريك وسيمي كولون. عندي كيس تانية، عندي 2 كيسز تانيين. ايه هما؟ كيس الستين، ان هو لو هو الطالب ده جايب 60 يبقى كيس 60 تنفر بعض، congratulations you get الستين اس دي، واقفل الكيس دي ببريك. طيب ايه الكيس اللي فاضله؟ ان ولا واحده من دول اتنفذت، يبقى ساعتها دي الكيس اللي اسمها ايه؟ اسمها ديفولت. يبقى اكتب ديفولت وايه وكولون او نقطتين فوق بعض، واكتب الجمله اللي انا عايز ايه، عايز انفذها، وبعد كده بقفل الكوز بتاع السويتش. يعني الكوز ده هو مين؟ هو ده بتاع السويتش. الكوز ده اللي هو بتاع المين، نهايته فين؟ نهايته اهو، تمام. طيب الجوتو دي انا بعملها ليه؟ جوتو نيكست اللي هو هنا ده، النيكست ده تاليبل، كاني بعلم السطر ده كده ان انا عايز ايه، ان انا اقعد اكرر تنفيذ البرنامج. يعني البرنامج ايه، مش هنفذ مره واحده ويقف، لا انا عايز يبقى البرنامج معايا مستمر، يفضل ياخد من المستخدم باستمرار باستمرار باستمرار. فكاني بعمل لوب، يعني كاني بعمل ايه، بعمل حلقه تكراريه. فبعلم السطر ده بليبل، واجي بعد كده اروح جاي ايه، استخدم امر جو تو اللي هو اذهب الى السطر اللي بدايته ايه، الليبل اللي اسمه نيكست. يبقى جيت هنا، يبقى ايه، هروح اعمل تاني جو تو لمين، للسطر ده، وارجع انفذ تاني، اقول له من فضلك دخل لي الدرجه بتاعتك، واخد الدرجه وابتدي اعمل سويتش عليها وهكذا. طيب تعالوا ننفذ البرنامج ده على مين؟ على البرنامج. فاجي هنا اوبن نفس البرنامج بتاعنا اللي احنا كنا كاتبينه، تعالوا ننفذ. قال لي بليز انتر يور جريد، فهسي ان انا هقول له 70. قال لي كونجراتيوليشنز يور جريد اس سي. وناخد بالنا ان هو ايه، البرنامج ما قفلش زي ما كنا بنعمل، راح جاي ايه مرجعني تاني لايه، للرساله الترحيبيه بتاعتي اللي هو بليز انتر يور جريد، تمام. فراح جاي مثلا قايل له 90، قال لي ايه، قال لي كونجراتيوليشنز يور جريد اس ايه. هدخل رقم تاني مثلا 50، 50 ده اقل من كام؟ من 60. هيديني ايه؟ سوري يو ار فيل. ليه؟ لان هو اقل من 60. بيقول لي دخلي درجتك تاني، اقول له مثلا 80، قال لي كونجراتيوليشنز يور جريد اس بي، وهكذا. حد عنده مشكلة في التمرين ده؟ طيب تعالوا نعمل تمرين تاني. هنا بيقول لك ايه، اعمل بروجرام عشان تعمل سيمبل كالكوليتر. عايزين نعمل على حسبة صغيرة خالص باستخدام السويتش. طيب انا هنا محتاج ايه؟ محتاج علامة الجمع والطرح والضرب والقسمة، ومحتاج ايه تاني؟ ومحتاج الرقمين بتوعي اللي انا هجمعهم او هضربهم او هطرحهم او هقسمهم. يبقى انا عندي هنا المستخدم هيدخل لي رقمين، وهيدخل لي علامة الجمع او الطرح او الضرب او القسمة، صح كده؟ يبقى انا ساعتها محتاج كم متغير؟ محتاج 3. اول حاجة المتغير اللي انا هستخدمه للرقم الاولاني سميه مثلا نم 1، ده الرقم الاولاني. والرقم التاني سميه نم 2، وهحتاج كمان متغير جديد لمين، للاوبريتور او اللي هو العلامة بتاعتي، جمع ولا طرح ولا ضرب ولا اسم. طيب الرقم الاولاني النوع بتاعه هيبقى ايه؟ فور شور فلوت، لان هو الحاله العامه رقم 10. طب والرقم التاني برضو فلوت، فاجي بكتبها ازاي؟ فلوت واسم الرقم الاولاني اللي هو المتغير الاولاني نم 1 وكوما نم 2 سيمي كولون. طب ليه انا عملت الحركه دي؟ ليه ما عرفتش كل واحد لوحده؟ طبعا لو عرفت كل واحد لوحده مش غلط، بس هنا طالما المتغيرين الاتنين ليهم نفس الطيب، يبقى خلاص انا اقدر احرفهم الاتنين على نفس الايه، السطر. بكتب الطيب مره واحده، وبكتب اسم المتغير التاني كوما اسم المتغير التاني الاولاني اسم المتغير ايه التاني وسيمي كول. طيب الاوبريتور عندي ده اللي هو الزائد او الماينس، يعني بلس او ماينس او مالتيبليكيشن او ديفيجن اللي هو الضرب والقسمه، ده بالنسبه لي يعتبر ايه؟ يعتبر حرف كاركتر. يبقى انا ساعتها هعرف المتغير ده اللي هو اوبريتور ده اللي هو او بي ار من النوع ايه، من النوع كاركتر. واجي هنا
ببساطة جدا هقول له ايه، هقول له من فضلك دخل لي الاوبريتور بتاعك، انت عايز تابع من الجامعة ولا طرحة ولا ضرب ولا اسمه، يبقى ايه، يبقى بدالة الاخراج سي اوت، هقول له من فضلك دخل لي الاوبريتور. هو هيدخل لي الاوبريتور ده، هيدخله لي بايه، بدالة ادخال، يبقى سي ان، هيحطه لي فين، هيحطه لي هنا في مين، في الاوبريتور ده، تمام. بعد كده هقول له من فضلك دخل لي الرقمين اللي انت عايز تدخلهم، سي اوت انتر يور ايه، انتر تو نمبرز، واعمل سي ان نم واحد سي ان نم اتنين، يبقى ادخل الرقم الاولاني ثم الرقم التاني. طيب هعمل سويتش على مين؟ اكيد مش على ارقام، هعمل سويتش على الاوبريتور. انا عندي كام حالة، يا جمع يا طرح يا ضرب يا قسمة، يبقى هقول له سويتش على مين، على الاو بي ار. الكيس الاولانية ان انا هعمل عملية جمع، يبقى انا الجمع دي انا المستخدم دخلها لي عنها ايه، حرف، يبقى بحطها بين سنجل كوتيشن اللي هو كأنها علامة الابوستروف دي. وبعد كده طيب في حالة الجمع هعمل ايه، هروح جاي مطلع له قيمة الرقم الاولاني وبين قوسين دبل كوتيشن ده اللي علامة الزائد بتاعتك، وبعد كده الرقم التاني، وبعد كده اقول له يساوي ومجموع الاتنين دول طلعه لي على مين، على الشاشة. يبقى انا بعمل عملية الجمع بس كل ده جوه مين، جوه الكيس اللي هي دي اللي هي بوست، اللي هو انا بعرض له الرقم الاول زائد الرقم التاني يساوي، وبعد كده اعمل عملية الجمع اللي هو ايه، مجموع الرقمين، وبعد كده اعمل بريك. طب الكيس دي خلصت، طب افرض هو مش عايز يعمل جمع، عايز يعمل طرح، يبقى كيس الماينس. وبعد كده نفس الكلام، الرقم الاولاني ناقص الرقم التاني يساوي، واعمل عملية الطرح. طيب خلصت الكيس دي، هقفلها بايه، هقفلها ببريك. الكيس التالتة ان انا عايز اعمل عملية ضرب، يبقى نفس الكلام، هخرج له قيمة الرقم الاول، وبعد كده علامة الضرب مضروب في الرقم التاني، وبعد كده علامة اليساوي، لان ده الكلام ده ايه، بين دبل كوتيشن، فهو بيعتبرهم على انهم حروف، يعني بتطلع زي ما هي وما بيراجعش وراك فيها، يبقى هيطلع لك محتويات الرقم الاول مضروب محتويات الرقم الثاني يساوي، بعد كده ينفذ العملية اللي هي ايه، قيمة الرقم الاول اللي مضروب في الرقم الثاني، يبقى ده ناتج العملية، وبعد كده ينهي بمين، بالبريك. طب الكيس الثالثة نفس الموضوع، اللي هو مين، اللي هو الضرب اللي اسمه بقى، يبقى هيطلع نفس الكلام، قيمة الرقم الاول مقسوم على الرقم الثاني يساوي، وبعد كده يعمل العملية الحسابية اللي هو الرقم الاولاني مقسوم على الرقم الثاني، وبعد كده يقفل ببريك. طيب في حالة أخيرة، إن يكون الأوبريتور بتاعك ده أو المستخدم دخل لك رمز غلط، أي حرف تاني اللي هو غير الجمع والطرح والضرب والقسمة، يبقى هتقول له إيه؟ هتقول له بس رسالة توجيه للمستخدم، خلي بالك إن الحرف أو الشكل اللي أنت دخلته أو الأوبراند اللي أنت دخلته، المعامل اللي أنت دخلته ده مش صح، فتقول له إيه؟ إيرور، خلي بالك إن الأوبراند اللي أنت دخلته ده إيه؟ إز نوت كوركت. وبعد كده تنهي ببريك، او ممكن ما تكتبش بريك في مين، في الديفولت. وده كده الكالكوليتور كده ايه، كده خلص. فتعالوا نجربه برضو. ادي برنامج الكالكوليتور اهو، نفس اللي احنا كنا كاتبينه بالظبط. تعالوا ننفذ. هنا بيقول لك ايه، انتر ان اوبريتور، عايز جمع ولا طرح ولا ضرب ولا قسمة. هنفترض ان انا هدخل له رقم غريب، اي حاجه، دخلت له مثلا حرف الواي، المفروض هيقول لك ايه، هيقول لك ايرور اهو، ان هو اللي انت ظاهر عندك ده هو ما خدش باله منها، ماشي اهو، هو طلع لك ايرور. يبقى انت هنا في الحاله الاولانيه انت بس كان بياخد منك البيانات بتاعتك اللي هو الاوبريتور والرقمين، بعد كده جه ينفذ قال لك ايه، قال لك ايرور، الاوبريتور اللي انت دخلته ده، الاوبراند اللي انت دخلته ده، ده غلط، فبيقول لك من فضلك دخل اوبراند ايه من دول، جمع او طرح او ضرب او اسم. فنفترض ان انا هدخل له المين، الجمع، فقال لك دخل لي الرقمين، دخلت الرقم الاولاني 9، دخلت الرقم التاني 5، يبقى الناتج المفروض يطلع كام، 14. قال لك 9 زائد 5 يساوي 14. هتعمل عملية تانية مثلا طرح، دخلت له 10 الرقم الاولاني، الرقم التاني 4، يبقى الناتج يطلع كام، 6، 10 ناقص 4 يكوال 6. طيب هنعمل ضرب، دخلت له 2 numbers مثلا 2، والرقم التاني 3، 2 في 3 ب6، يبقى ظهر لي على الشاشة 2 في
في 3 ايكوال 6. طيب هنعمل اسمه، ادخله مثلا الرقم الاولاني 30 والرقم التاني 5، يبقى 30 على 5 فيها كام؟ فيها 6، يبقى 30 مقسومة على 5 ايكوال 6، وهكذا. وكده شباب احنا خلصنا محاضرتنا النهاردة. حد عنده سؤال؟ بعد اذنكم بس اكتبوا الغياب في الشات، يعني اساميكم هنا في الشات. تمام. طيب كده شباب، حد عنده اي اسئلة؟ شكرا يا دكتور. ماشي، احنا خلصنا النهاردة ان شاء الله، ونشوفكم الايه الاسبوع الجاي على خير.